ايوه ما كتشوف هذا الشيء. احنا ماشي في نرشيش ولا في ميمون على القناوي ولا ولا في سيدهم الكامل ولا لا لا لا، هذه اشياء كما ترون هي ما تقرب للشياطين في الأضرحة والقبور والمزارات، لكن فيها سحر. هذه كلها فيها سحر. كيف؟ أنا أشرح لكم. هذا كيف تسمى عندنا طعم السكر، الطقوس المغربية، زور شي واحد يجيب السكر، تمشي تكبر بالجيني ديال السكر، ماشي مشكل، وتكبر به في الضريح ديالو، في المزار ديالو، في المعبد ديالو، في المكان ديالو، حتى السكر ولاو كيحطوه حتى في المكان في المرحاض والخلاء كرمكم الله. ها هو الحليب لسيدهم لالتهم ميرا ولالتهم عيشة، ها والقناوي وحمو ميمو وأسماء كثير جدا. هذا الشمع خاصك من قلت تجيب الدور، خاصك دير الطقوس، تجيب معاك الشمع، كاين اللي كيقولوا شمع بيضا، كاين اللي كحل، كاين اللي صفر، كاين اللي خضر، كاين اللي احمر، وتجيب معاك ما الزهر باش يقوي لك الزهر، ها ما الزهر باش يولي عندك الزهر، وتجيب معاك البخور، ها بخور باش تبخر، باش تبطل تحيد التابعة والعكس، فهمت؟ هكذا. هذه كلها أوهام وهذه كلها أفعال الشيطان. طيب هذا سحر صنع على هذا السكر قديم جدا، أهدي لامرأة بمناسبة وبداخله السحر. هذا سحر بداخله سحر ملفوف عليه بداخل هذا قاب السكر. كذلك هذا البخور به سحر، في سحر يكون في العطر وفي البخور، ولعلكم ترون على اليوتيوب في سحر على البخور وعلى العطر. وهذا سحر بالشمع، يسمى سحر الشمع، يرش على الشمع، وكلما أحرقت شمعة كلما زاد تفكير السحر. ومظهر لكي يكمل الطقوس الشيطانية. فنصيحة مني للجميع، زيارة هذه الأماكن لا تنفع بل تضر، لا تنفع بل تضر. واللي غير يقول غير نمشي نشوف ونجي، راه ما غاديش يجي سالم، غيجي معاه شي بركة مخبية فيه وغتبان مع المدة. ولهذا لا يذهب إلى هذا المكان إنسان، لا يذهب إليها عاقل، فحرام حرام حرام. زيارة الأضرحة، زيارة القبور، ها المواسم، هادشي كله لا يجوز، شرك بالله تعالى. ابتعدوا عنها، بعدوا منها، راه حرام، راه حرام، راه غضركم، راه غضر. يعني أي إنسان عاقل يقول لك مثلا غير دي واحد خبز سكر حطو، غير حطو رجع، أو الشمع شعلو، ولا نراه، أو نظهر غير كبوه، أو البخور غير طلقوه، هذا كله كن على يقين أنك تصاب بمس. وما غاتديش بيه بوحدك، تدي بيه حتى الاهل ديالك وحتى دارك، لان في الغالب من ياتي الى هذا المكان وياخذ معه الجني يسيطر عليه ويكون قوي، يسيطر على البيت بكله، فيصير يتنقل بين الجميع. ويقول لك بان عندنا مشاكل، العكس، عندنا تعطيل الزواج، عندنا انظر واش باك كيذبح، امك كانت كتذبح، واش طبق اليوم داروا هادشي في الدار، واش داروا شي حضره، ذبحوا شي ذبيحه. اي واحد هادشي ما غيسلمش الدار، تكون على يقين، اقولها جازما، اللي كيدير هادشي دارو ما غتسلمش، دارو ما تسلمش، سواء عرف ولا ما عرفش، البيت تاعو ما يسلمش. ان الشياطين كيتمنوا منك فقط نقطه ضعف واحده، واللي كيعتقد انه يوهم الشيطان يقول له غير سيري ذبحي شفاي ولا عيشه غدير لك ولا كذا، بالعكس والله اراه هذا عشرات بالمئات بالالاف المرات. اللي غيمشي ظن الظن يرجع وتصير اقوى مما كان، وتقول لك هي اللي ذبحت لي. لاحظتم الفرق؟ لاحظتم؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام. ما دام الله سبحانه وتعالى حرمه الا ورحم بنا، فبعدوا على هذا الشيء، وحاولوا تنصحوا الناس انهم بعدوا على هذا الشيء. الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين، الله يفتح عليكم، الله ييسر اموركم. عوض مش تقدم هذا الشيء لغير الله، تصدق به، وبعد الصدقه ادعو، فالدعاء بعد العمل الصالح مستجاب باذن الله تعالى. فاياكم، ما تخليوش الشياطين والصوفيه النقيه البغيضه التي انحرفت عن الجاد بالشركيات والكفريات والمزارات
أنها تسول لكم هذه الأمور هذه، فلا يجوز، فلا يجوز، حرام بالله عليكم. أي عقل أن تدعو من غير الله تعالى؟ أي عقل أن تذبح لغير الله؟ وش تذبح لغير الله؟ ولو تذبح خلف الروض، ولو تذبح خلف الذبانة، لا يجوز، لا يجوز، حرام وحرام وحرام. تعيش في العذاب في الدنيا، ولكن ما عند الله تشد وأبقى. نعم، لأن الله حرم هذا، الله حرم هذا، فإياكم ثم إياكم. كانت من الله سبحانه وتعالى شيء واحد نهار يقول لا نمس لا أرحى ولا قبور لا شركيات لا مواسم لا ولي. الناس يعرفوا دينهم الدين الصحيح. الطواف لا يجوز إلا بالكعبة، وليطوف ببيت عتيق. الدعاء إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، النافع والضار والله. الناس يعرفوا هالشيء في القرآن، ويبعدوا عن الصحابة، ويبعدوا عن المشعوذين، ويبعدوا عن الدجالين. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الساحر كان ينفع غير نفسه، يعيش في البنك، ويعيش في الضلال، ويعيش في الظلام، ويعيش في النجاسات في القبورات، لو كان هذا الساحر ينفع. وهذا الجن اللي كتقول انتم قوي ويفعل ويترك ويدير ويدير، انظروا كيف يصير حال الفرق الشرعية، تبعوا الفيديوهات. هذه العيشة اللي كتذبحوا ليها وتقتل، شوف كيف كتولي تبقى على طاعتي، باش كتولي دير، تولي هي تبكي، شوف هاد الميمون كيف كيولي، ميرة كيفاش كتولي، كيف ما هاد الملوك ديال الجن أبناء الرقية كيفاش كيوليو، يوليو ضعاف، في ذلة، في قلة، في صغار، لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا ويؤخروا، لكن كيتقواو وكيستأسدوا على الناس الضعاف، لأنهم ضعاف لأنهم بعدوا عن دين الله. وأي واحد يبعد عن الشريعة وخلق القوة عنده العضلات مقتولة فإنه ضعيف، فإنه ضعيف. لأن الشيطان والجان عندهم قوة تشم القلوب، إذا شم قلبك وعرف بعيد عن الله وضعيف من الإيمان، فاسأل الله تعالى السلامة. يتعلمك كيف بغى، يتعلمك كيف بغى، صح والله العظيم. حتى صرنا نرى الاعتداءات الجنسية بالليل، صرنا نرى الاختطاف، صرنا نرى يعني أشياء ما كانت عند القديمين عند السلف. علاش؟ لأن الناس بعدوا عن دين الله تعالى. صار الآن الناس يخافوا من الجن. علاش تخاف من الجن؟ علاش بالله عليك؟ لماذا تخاف منهم؟ أليس مخلوقا مثلك؟ ولكن لأنه لا يراك وأنت لأنك لا تراه هو يراك، وهو عنده سلاح، مثل عندك سلاح، يعني سلاح هو الإيمان، ما بقاش عندك، فيفعل كيف بغى. كأنك تصبرك صبرك على شيء العدو وكتقول يقتلني. نعم صح. ولهذا أقول لكم انتشرت الأمراض الروحانية وصار الناس يكذبوا على الناس في الإنترنت، العلاج عبر الأبراج وعبر الأفلاك وعبر المد والجزر وعبر الخطوط وعبر البصمات، وأنا أقول لكم أشياء كثيرة جدا خفية لا يعرفها إلا قليل. صار الناس حتى في ممكن تفاصيل حياتك في دقيقة عبر النت، تقربي دون ما تقولي لأبو الأم، دون ما تقولي لأبو الأم، حتى تدخل السحر. كل أشياء خطيرة جدا صارت هي آخر ما كاين في السحر، ما يعرف إلا القليل. ومع ذلك الناس في غيهم يعمهون، قليل من الناس إلا لفضل الله تعالى أعطاه بصيرة، والبصيرة لا تتأتى إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. كلما تقرأت إلى الله عز وجل أن أرى بصيرتك، فالأمر تعالى من البصر لنا، ويوفقنا لطاعته ومرضاته والعمل على كل خير يقربنا إليه، اللهم آمين. ونصيحة أخيرة، هي الأولى وهي الأخيرة، أختي، أخويا، أمي، وفا، كلكم أحبابي وإخواني، وصلى الله تعالى أن يقينوا إياكم الفتن مظهران وظهران، وصلى الله تعالى أن من اللي يعيط عن الله عز وجل وينادينا يكون له ادخلوا الجنة بسلام، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فقط يقول إن الله عز وجل دخلكم الجنة لأني رأيت بكم عمل فقط، ما هو؟ أنكم كنتم عدكم غير على دين الله، وأنكم كنتم تحاولوا قدر الجهد والاستطاعة أنكم تحاربوا الشرك والسحر، وهذه دعوة الأنبياء، فحاولوا الله يجزكم بخير. الله يرحم الوالدين. واش نتوما باغيين ندخلوا الجنة ولا لا؟ اللي باغي يدخل الجنة يحارب السحر، يحارب الشرك، ماشي بغلظة وشدة وقسوة، قبل كلمة طيبة بالنصيحة بالتي هي أحسن. حاولوا تبينوا للناس عبر المواقع، عبر المنتديات، بينوا للناس عبر بطاقات، وسائل دعوة كثيرة جدا، حملها.